ازيكم؟ النهارده هتكلم عن فيديو مهم جدا، مش هتفهمي بعديه ايه اللي لازم تسمعه. اي كابل من الكابلات دي اللي هي الكابلات اللي هي اليو اس بي، وصلة الشحن بتاعت الموبايل او الماوس او السماعه بتاعت الموبايل او الفون، الكابلات دي مش هترميها خالص يعني. ففي طريقتين نستخدمها. الطريقه الاولانيه ان احنا كل كابلين بايظين نحاول نقطعهم، و يعني عندي مثلا كابل زي ده، الكابل ده بايظ ما بيوصلش، تمام؟ هجيب واحد تاني زي بالظبط وهجيب الاثنين واقطعهم. لما هقطع الكابل يعني الكابل ده انا قطعه بالوزر ده، اوكي؟ الكابل ده برضه انا قطعته بالوزر ده. هبتدي بعد كده ايه اعمل ازواج، يعني هاخد فردة من هنا من الكابل البايظ دوت مع فردة تاني من ايه الكابل البايظ ده اللي هو ايه، بس ده الـ عشان يبقوا لي كابل ايه، يعملوا لي كابل واجربه. طبعا هنعمل تجربة من اولها دلوقتي اهي. دي الطريقة الاولانية بتكلم فيها كل ده. الطريقة الاولانية اجيب مقص كده وهقطع الكابل. طبعا لو انا فتحت الكابل دوت هتلاقي متكون من تو بيرز او زوجين. انا هقطع تاني كده اللي هو الخارجي دوت اهو، قطعته يعني زوم. لو قطعته كده هلاقي فيه جوه تو بيرز، يعني زوجين مش زوج واحد. تو بيرز دولت هتلاقيه بيتكون من اربع الوان اللي هو البلاك والريد والجرين والوايت. انا في الحقيقه محتاج الواي اللي هو اللون الاحمر اللي هو الريد والايه الاسود، اما اللونين التانيين مش محتاجهم. ليه بقى؟ هقول لك انا ليه. لان انا الاربع فرق دول قصتهم ايه بقى؟ قصتهم ان الاربع فرق دول او الزوجين دول زوج بيوصل الداتا وزوج تاني بيوصل الباور، تمام؟ فانا كل اللي محتاجه الزوج بتاع الباور عشان اقلل احتماليات ايه ان انا اعرف ايه حل المشكله. اهم اربع فرق اهم شايفينهم. فانا هقطع الزوج بتاع الداتا واخلي الزوج بتاع الباور، هقطعه كده بالمقص برضه اهو اهو، واخلي الزوج بتاع الباور وهقشره كده، ممكن بالقصافه او بضفر لو انا ضفري كويس، او بالمقص هقشره بالقصافه برضو ماشي. المهم بعد ما هقشره هبتدي ايه استخدمه. هعمل نفس الحكايه مع الكابل الثاني اهو. المهم يعني انا افترض ان انا قشرت، انا مقشر اوريدي مقشر اثنين. طبعا ده الكابل اللي هو البايظ اهو غامق شويه، وده الكابل اللي هو ايه الفاتح برضو قطعته. فانا هاخد فرده من الايه من الفاتح مع الغامق وابتدي اعمل كابل جديد. طبعا الدامج او اللي بيبوظ بيبقى من الناحيه ديت، فلو الكابل بايظ هيبقى يكون طرف من الطرفين، يعني احتمال 50% يكون طرف من الطرف ده، وفي احتمال برضه ان يكون الاثنين بايظين، يعني في برضه الاحتمال ده. لكن انا بحاول اقتصد واتعلم طريقه ازاي اوفر واقلل الهدر اللي عندي، ومش كل شويه اشتري كابل. وانا بؤمن الحاجه اللي بتتصلح بتبقى مفيش احسن منها. ده حاجة في عقيدتي ان انا الحاجة لما اصلحها بتبقى احسن من الجديدة. حاجة لما تصلح بتبقى احسن من ايه؟ من الجديدة. وده الباك جراوند اللي انا عارفه عشان انا ايه عندي الخبرة دي. اهو بعد كده هستخدم شيكارتون. هستخدم ايه؟ الشيكارتون. اهو الشيكارتون ده. هقطع دي كده. ممكن المقص برضه اهو. احسن. وبعد كده ده الكابل هجيب الناحية دي كده والناحية دي كده، وبعد كده بالشكرتون ابتدي ايه اوصل او يعني اقفل شغلي. يبقى انا كل اللي استخدمته ان انا ما جبتش حاجة جديدة. انا عندي كابلات بايظة اساسا وهتترمي في الزبالة، بدل ما ارميها في الزبالة بعمل التصليح دوت. عملت حاجة بايدي اهو واستخدمت
الحاجات القديمة اللي هي البايظة ديت، وعملت كابل شغال وكويس جدا. بس ده ممكن ما يشتغلش صحيح، لكن لو ما اشتغلش دوت احتمال 90% يشتغل الكابل التاني. هبتدي اجربه، لو اشتغل معايا مش محتاج بقى اوصل التاني، خلاص هرمي التاني. تمام، كل اللي اعمله ان انا هفتح اللاب بتاعي اهو وابتدي اجرب، هجربه على الموبايل. بعد كده لقيته ما اشتغلش، لو لقيته ما اشتغلش هروح مجرب ايه اعمل الكابل التاني. تمام، واعمل برضو مع الكابلات التانيه اللي قطعتها ديت، واجرب واشوف لغايه لما الكابلات ايه تشتغل عندي. اللي اشتغل احطه على جنب كده، اللي اشتغل مثلا احطه على جنب. ماشي، طيب نفس الفكره هنعملها مع السماعات. السماعه دي بايظه والسماعه دي بايظه، تمام، هقطع من النص واوصل هنا واوصل هنا، واجمع واعمل كومبينيشن واشوف اللي شغال احطه على جنب، واللي مش شغال هرميه في الزباله. خلاص كده. طيب في الماوس اهو نفس برضه الفكره، مع الماوس نفس الحكايه، عندي ماوسين نفس الحكايه. طيب في بقى طريقه ثانيه، احنا كل الكلام ده اللي قلناه يا حضرات دي الطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه بقى ان انا عندي الماوس، شايفينه قررت اعمل زوم، شايفين هنا الكفر اللي هو لونه بلاك ده فصل، وبان اللي هو الفرد اللي جوه بتاعت الداتا والباور، احنا قلنا اربع فرد اهم، شايفين بان اهم. طب ايه حلها دي؟ حلها ان انا اجيب يا اما ريكم يا اللي هو الشرنك، وادخله هنا كده من الفتحه الصغيره ديت، وابتدي اسخن عليه والحم او سوسته، او سوسته انا ما عنديش دلوقتي، او حتى على الاقل بالشيكرتون. برضه بالشيكرتون انا اقدر ايه احاول امتن الايه الجزء دوت قبل ما ايه يبوظ. يبقى قبل ما يبوظ الف عليه كذا لفه كده، تمام، واقويه من الناحيه الثانيه برضه، شايفين زي ما هو برضه كده، بحيث ان انا اعمل مينتنانس بدري وما يبوظش مني. شكرا، اتمنى تكونوا استفدتوا.